السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية مع منهج كونكت بلس. واللي وعدناكم في الحلقة اللي فاتت إن احنا هنبدأ أول باراجراف معانا في المنهج السنة دي، وإزاي أكتب الباراجراف وإيه الطرق اللي أنا من خلالها أقدر أكتب باراجراف كويس يديني عليه درجة نهائية. يلا تعالوا نشوف، بس قبل ما نبدأ يلا لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك كل التنبيهات بالحلقات اللي جاية ان شاء الله. شكل ما قلنا ان احنا هنشرح منهج كونكت بلس 5 ابتدائي بالكامل على قائمة التشغيل دي، كونكت بلس الخامس. تعالوا نشوف اول باراجراف من دولي في المنهج حبيبي، واللي بيكلمني عن The Mangrove Trees، شجر المانجروف. طبعا حبيبي شجر المانجروف ده كان اول موضوع مدهولي في منهج السنة. شجر المانجروف حبيبي شكل ما شفنا ان هو بينمو في المياه المالحة، طبعا مش شكل كل الاشجار اللي بتنمو في المياه العذبة. طبعا مثلا ازاي اكتب باراجراف كويس سواء عن شجر المانجروف او عن اي موضوع؟ قلنا حبيبي لازم الاول اشوف التوبيك بتاعي، التوبيك بتاعي اللي هو The Mangrove Trees، اللي هو حبايبي شجر المانجروف ده حبايبي هو التوبيك. لكن التوبيك ده لازم اطلع له ideas افكار، واللي من خلالها هقدر اكتب موضوع جيد. يعني لازم اسأل نفسي بعض الاسئلة اللي من خلالها لما ادي اجابات على طول يديني الباراجراف بشكل ممتاز. يعني اول حاجة لازم اسأل نفسي what، يعني ايه what حبايبي؟ يعني ما او ماذا؟ يعني ايه هو شجر المانجروف ده؟ فبالتالي حدي description لي، description حبيبي بمعنى وصف، تاني description بمعنى وصف، يبقى لازم اعرف شجر المانجروف واوصفه كويس. بعد كده حبيبي لازم اشوف where do they grow، يعني فين بينمو شجر المانجروف، يبقى لازم ابين الاماكن اللي هو بينمو فيها. حسب نفسي حبيبي why، why يعني لماذا، يعني why is it important for our environment، يعني ليه هو مهم للبيئة بتاعتنا؟ وده سؤال مهم جدا، لان حبايبي الموضوع كله بيكلمني عن اهمية شجر المانجروف للايكو سيستم، للنظام البيئي، وبالذات المارين ايكو سيستم اللي هو النظام البيئي البحري. بعد كده بختم الموضوع بتاعي الكونكلوجن اللي هي الخاتمة بتاعت الموضوع، واللي بلخص فيه كلامي عن شجر المانجروف. تعالوا حبايبي نشوف هنطبق الكلام ده ازاي في موضوع الباراجراف ده. طبعا حبايبي الباراجراف ليه شكل، قلنا حبايبي اول مبدأ اول سطر لازم اسيب اندنت، اندنت حبايبي بمعنى فراغ، لازم اسيب فراغ في اول سطر، ما ينفعش ابدأ السطر الاولاني من اوله. واوعى تنسى انك تبدأ بكابيتال لتر، يعني بحرف كابيتال. طيب حضرتك قلت لي يا مستر اول سؤال هو وات، يعني لازم في اول جملة ادي تعريف للمانجروف تريز. التوبيك سنتنس بتاعتي، جملة الموضوع بتاعتي لازم تكون عن المانجروف تريز او تعريف المانجروف تريز. لو سألتك ايه هو المانجروف تريز هتقول لي ده نوع من الاشجار اكيد بينمو في المياه المالحة، يبقى هتقول لي كده شوف حبايبي لازم اسيب فراغ واقول اذا mangrove trees or a kind، kind حبايبي بمعنى نوع، of trees يعني نوع من الأشجار، that قلت لكم حبايبي that معناها التي، وخلي بالكم عشان احنا هناخد ضمائر الوصل في الوحدة دي، فإذا هقول that. طب ذات ايه؟ قلنا بتنمو في المياه المالحة، هتقول لي ذات grow يعني بتنمو in salt water، يعني بتنمو في المياه المالحة. اوعى تنسى بعد ما تخلص جملتك تحط الفول ستوب بتاعتك. طيب انا قلت لازم ادي ديسكريبشن للاشجار دي، لازم اوصف الاشجار دي عاملة ازاي. طبعا من الحاجات الغريبة جدا ان الجذور بتنمو فوق المية، فبالتالي هقول ذاي have amazing roots، يعني ليها جذور مدهشة. ليه؟ هتقول which التي grow يعني تنمو حبايبي high out of the water، يعني تنمو فوق مستوى سطح الماء، يعني فوق
المية. طبعا حبايبي عرفنا ان الاشجار دي كمان ليها اوراق سميكة. الاوراق السميكة دي بتمنع النباتات دي من انها تفقد المية لما الجو يكون حار. فطبعا هقول زي، لاحظ حبايبي ان انا حطيت في الاسطاب capital letter لان بداية جملة جديدة. They have thick، وقلنا thick حبايبي بمعنى سميك. thick leaves، leaves حبايبي بمعنى اوراق. طب بتعمل ايه الاوراق دي؟ that التي او which حبايبي التي. stop، stop حبايبي بمعنى تمنع. the plants يعني بتمنع النباتات دي losing، وقلنا losing حبايبي من انها تفقد water يعني تفقد الماء. when it is very hot يعني لما يكون الجو حار. يبقى أنا اديت كده وصف جميل للمانجروف تريز. بعد كده هبدأ أجاوب على الفكرة التانية وهي where. where حبايبي معناها أين. يبقى المفروض أنا عايز أسأل نفسي يا ترى احنا بنلاقي شجر المانجروف ده فين. احنا قلنا حبايبي ان هو بينمو في المياه المالحة، فبالتالي هلاقيه اكيد في البحار. ولكن من اشهر الاماكن اللي موجودة فيها واللي احنا تعرفنا عليها من خلال الدرس بتاعنا غابة المانجروف اللي موجودة على طول ساحل نبا. فبالتالي هقول you، انت يعني can find a mangrove forest يعني غابة مانجروف along يعني بامتداد the coast، وقلنا coast حبيبي بمعنى ساحل of نابك national park يعني بامتداد ساحل حديقة نبق الوطنية. طبعا ممكن اقول انها الاكبر في البحر الاحمر، فممكن اقول it's the largest يعني هي حبيبي الاكبر in the red sea. خلي بالك من علامات الترقيم وانت بتكتب red sea، الار كابيتال والاس بتاعت سي كابيتال، طبعا ده اسم مكان معروف فبالتالي لازم الار كابيتال والاس كابيتال. انا كده قدرت اوصف فين اقدر الاقيها. طب تعال بقى على الفكرة التالتة. الفكرة التالتة حبيبي كان بقولي why، وwhy هنا معناها why it's important. why it's important يعني ليه هي مهمة. طيب طبعا جاب لنا في الدرس بقى اهمية كبيرة جدا لشجر المانجروف بالنسبة للبيئة. تاني جاب لنا اهمية شجر المانجروف للايكو سيستم وبالذات شكل ما قلنا للمارين ايكو سيستم. فطبعا الفكرة التالتة هنا هبدأها واقول مانجروف تريز، شجر المانجروف ده are very important يعني مهم جدا for the environment يعني مهم جدا حبايبي للبيئة بتاعتنا. طب اكيد طالما قلت مهم للبيئة هبدأ اقول مهم ازاي او مهم ليه. وهو اداني حبايبي حاجات كتير جدا اللي من خلالها بعرف اهمية المانجروف تريز فور ذا ايكوسيستم. واول حاجة عرفناها ان هو كان بيحمي الكائنات الحية وكمان الكائنات الغير حية في النظام البيئي البحري. فبالتالي هقول they، طبعا عايدة على شجر المانجروف، protect، قلنا بروتكت حبايبي بمعنى يحمي، ذا نون ليفينج ثينجز يعني حبايبي الكائنات الغير حيه، اند ذا ليفينج ثينجز طبعا الكائنات الغير حيه، ان ذا مارين ايكو سيستم في النظام البيئي البحري. طبعا حبايبي احنا بنحط الخطوط العريضة بس عشان ما نطولش قوي عليكم، لكن الحاجات اللي انا اقدر احفظها واكتبها
طب احنا قلنا كمان ان شجر المانجروف مهم جدا حبايبي للبيئه، لانه بيمتص كميه كبيره جدا من ثاني اكسيد الكربون، وده بيساعدنا في مشكله الاحتباس الحراري. يبقى لازم هقول they، طبعا اكيد المانجروف تريز، taken معناها تمتص، much carbon dioxide، تمتص كمية كبيرة جدا حبايبي من ثاني أكسيد الكربون، from the air طبعا حبايبي منين؟ من الهواء. وده شكل ما قلنا بيساعدنا في حل مشكلة الاحتباس الحراري. فأقول which helps us with global warming، طبعا بتساعدنا في مشكلة الاحتباس الحراري. تعالوا بقى نختم الموضوع حبايبنا، فهنقول finally حبايبي معناها في النهاية. وابدأ ألخص موضوعي في ان انا اقول mangrove trees، شجر المانجروف، are really important for our environment، يعني مهم جدا للبيئة بتاعتنا. وبكده يبقى انا قدرت اكتب باراجراف بسيط وسهل، وفيه كمان عدد الكلمات اللي هو اللي عليه بل واكتر. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا حبيبي، لو ما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واللي لسه اول مرة يتابعنا هيدخل على قوائم التشغيل، هيلاقي كونكت بلس الخامس، هي دي قائمة التشغيل اللي هتلاقي عليها كل الحلقات الخاصة بمنهج كونكت بلس السنة دي ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.